انطباعك عن الإقامة؟ ما التقنية حقيقة تحرجنا بعض الشيء. شلون؟ إنه في شغلات كثيرة تقدم فيها وإحنا لسه ما نكون طلعنا يعني. لسه في البداية يعني. أنا فاهم، لكن تعرف مثلا عندي محفل أبغى أسويه، تحسبوا على النقل الأقمار الصناعية تطلع معي مبالغ كبيرة، رغم إنه فيه بعض الأجهزة الصغيرة ممكن لو وفرتها مع مهندس وفر علي مبلغ كبير جدا، وفرت ما يقارب يمكن ال 65% من القيمة الحقيقية. أشكرك.